لو هوصف شخصية المدير المالي، هو مركز الثقل ومانة ميزان، الداعم الرئيسي والأساسي لمجلس الإدارة في اتخاذ قراراتها. لو جينا نتكلم عن وظائف المدير المالي، أولا الراجل ده بيقدم الاستغلال الأمثل لكافة موارد وترشيد النفقات في هذه الشركة. ثانيا عملية إعداد وعرض القوائم المالية لهذه الشركة، ولابد أن يكون ملم إلمام كافي بكافة معايير المحاسبة. ثالثا يضع الدراسة اللازمة لكيفية تشغيل الاستثمارات في الشركة. رابعا يعتمد على كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل استخدام برامج الـ ERP. خامسا أساس جيد للتعامل لهذه المنشأة مع كافة جهات التعامل، سواء عملاء أو موردين أو بنوك أو شركات أخرى، ويجذب العملاء للتعامل مع هذه الشركة، مما يدعم مركزها المالي ويجعلها في تقدم وتطور مستمر. Thank you.